إهداء من محمد بن سعيد بن جار الله إلى ابنته الدكتورة هوازن بمناسبة تخرجها من الماجستير. متخرجة وتكون كلها باسمها يستاهل أولها ما هي الأخيرة من تنت. متخرجة والكون كله باسمها يتباهل ولا ما هي الأخيرة بنتنا الدكتورة. سلم من بارت خطاها سلم من رباها والله إن الماجستير بيديها دستورة. في هوازن بنت محمد نبتدي معناها والقصايد في هوازن والله انها فخورة. جدها وصرارها جابت لنا من اقصاها علمها الغانم تجيبه من عميق بحورة. الدكتورة حققت احلامها بمبداها وصلت وخلت وراها عالم مقهورة. هوازن اللي لافقتها جاتها من اعلاها لا ثقيلة من تبوها ما هي المغمورة. بنت محمد بن جار الله الطويلة جاها الجار الله فخر خيراتهم منثورة. امها تفخر بها وتدعي لها بدعاها ام سعيد البنتها اليوم هي مسرورة. الف مبروك التخرج هوازن يبراها دنيتك دايم بخير وبرخة معمورة. تخرجها والكون كله باسمها يتباهى اولا ما هي الاخيرة بنتنا الدكتورة. سلم من بارك خطاها سلم من رباها والله ان الماجستير بيديها دستورة. في هوازن بنت محمد نبتدي معناها والقصايد في هوازن والله انها فخورة. جدها وصرارها جابت لنا من اقصاها علمها الغانم تجيبه من عميق بحورة. الدكتورة حققت احلامها بمبداها وصلت وخلت وراها عالم مقهورة. هوازن اللي لافقتها جاتها من اعلاها لا ثقيلة بنت ابوها ما هي للمغمورة. بنت محمد بن جار الله اللي الطويلة جاها الجار الله فخر خيراتهم منثورة. امها تفخر بها وتدعي لها بدعاها ام سعيد البنتها اليوم هي مسرورة. الف مبروك التخرج هوازن يبراها دنيتك دايم بخير وبرخة معمورة.